حركة ذكية وملعوبة صح. أي حركة فيهم؟ تراني ألخبط. إنك تجي إلى الشركة وتمشي من قدام الكاميرات وهي راصدة كل تحركاتك، وترسل إيميل وأنت عندي بالمكتب، يعني أبعدت عن نفسك كل الشبهات. لا 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 يا زيد، بالعكس أنا والله ما فكرت فيها. صدق ما فكرت إنها حركة فيها دهاء، ولا يمكن عشان أنا ما أخاف من شوية إيميلات ترسل لي، ولا ما خفت إني أمسكها ضدك يعني؟ زيد أنت رجل يعني واعي، شغل هو هذا. خلنا نتكلم في شغل المحترفين اللي تكتكون. خلك من الخرابيط هذه، أنا اللي عارفه عنك شيء شيء بشعرك. وش اللي تعرفه عني؟ كله كلام فاضي وما يسوى هللة. هللة؟ كل هالجري والخوف والركض هللة؟ أجل لو ريال وش كنت سويت؟ أنا ما نفذت لأني خايف من شيء، أنا نفذت لأني أحب ألعب مع عائلة خطوان واعتبرها واحدة من هواياتي المفضلة. أوه حلو والله، أنا برضو من هواياتي هالموضوع هذا. طيب وجمع الطوابع من هواياتك؟ لا لا لا، هالسخافات هذه أنا ما التفت لها، أنا ما أجمع إلا الشيء المفيد واللي يعود علي بالنفع. حلوة بالنفع، عجبتني والله. الفلوس قرنقش. أنت كيف وصلت لولدي؟ قرصة إذن صغيرة عشان تسمع كلامي. طيب شو رايك نكشف أوراقنا لبعض؟ وش في شيء تبي ينكشف أكثر من كذا؟ جاي كان بلحمي وبدمي وجالس قدامك. بس أنا ما أعرف عنك أي شيء، كل اللي أعرف عنك أنك عدو الخطوان وبس. يا رجل هذا أهم شيء ممكن تعرفه عني. سؤال واعتبره من باب الفضول، وش اللي خلاك تكشف عن شخصيتك في هذا التوقيت بالذات؟ منجمنت، انتبه من هذه الكتب. الحياة أقوى وأصدق بتعلمك. سؤالك واضح، ترددك، وأكره شيء على قلبي التردد. ترددي؟ ترددت في إيش؟ سلمتك رقبة بدر في يدينك وانت متردد ما تعرف شو تسوي؟ ليش ما رسلت العرض الحقيقي للشركة حقت المناقصة اللي هي شركتي؟ تقدر تقول لي ليش؟ ما شاء الله وطلعت الشركة لك بعد، كلام جميل. باي ذا واي أنا ما أتردد وعمري ما نفذت أوامر أحد، علشان أنفذ أوامرك طال عمرك.